تنفذ بشكل سريع. تحضير خليل يرفع كرته ومحاولة يعني يمكن نقول بانه الطريقه ديال اللاعب كره قنان تكون في الشباك الاولى ولكن استطمت العريضه قبل ما يكملها كوليبالي بابيير كيوضع الكره في الشباك. شوف خليل بن حمص من هنا يعني مشات بهذه الطريقه راسيه كان بالامكان انها تكون في المرمى ولكن في اخر مطاف يكمل الكره واكيد انه كوليبالي بابيير كان في المكان والزمان الصحيحين وضع الكره في المرمى الراسيه ارتطمت في الارضيه وبعد ذلك العارضه الافقيه ثم تستهدف المنافسه بتسجيل هدف بهذه الطريقه. علي بن حمص عنده الفضل في رفع هذه الكره بشكل جيد والمتابعه من طرف اللاعب حدادي فيصل بشكل مميز ارتطمت في ارضيه الملعب ثم العارضه ثم الاكمال. جميله في الشباك معلنه على التعادل الفريق الخنيفري يعود طريقه رائعه داخل منطقه الجزاء. يعني يمكن نقول بانه كانت مباغته ولكن اعطت هدف مميز واحد الواحد امام سوى وغفوة لم يتوقع الجميع من جانب فريق شباب قصبة التادلة. الزاوية تلعبات بطريقة جميلة والرأسية هكذا في الشباك معلنتان على هدف التعادل كانت مباغتة مشاهدينا الكرام وجات لتعلن هدف التعادل أفرح كثيرا هذا الهدف دكة احتياط فريق شباب قصبة التادلة العميد عراب.